لموقف الاستيراد، هل الاستيراد الشخصي هيفتح ما يفتحش، الاستيراد التجاري هل اسعارها هتنزل هتزيد. دايما بيكون المستهلك المصري حريص بعض الشيء ان هم بيتخذ قرار الشراء الا بتكون الرؤيه واضحه كامله بالنسبه له. طيب هل احنا ننتظر السنه دي ما نشتريش عربيات ونستنى للعام القادم؟ ده السؤال بقى، ده الشق الثاني من نفس السؤال. اللي عايز يشتري سياره يشتري فورا، قولا واحدا فورا. في الوقت الحالي مثلا احنا يعني المشهد قدام مننا، هل احنا في استيراد شخصي مفتوح؟ لا. هل الاستيراد التجاري مفتوح بقيود بيتفتح كل فتره؟ بعض الشيء. سيارات ذوي الهمم كانت بتشكل جزء برضو من حصه السوق او تغطيه احتياجات السوق. النهارده ليه حوكمه وليه بعض الشروط اللي هتخلي السيارات ذوي الهمم اللي هتبقى موجوده 1200 سي سي، وما اعتقدش ان اول 1200 سي سي بيشكل رغبه شويه. احنا اسفين، احنا في اسئله جايه لموضوع ذوي الهمم ده، احنا هناخدها على جنب لان حضرتك اكيد انت اكتر الناس اللي ملم بالموضوع ده واتكلمت في الموضوع. اتكلمنا فيه كتير بالظبط، اتكلمنا فيه كتير دي حقيقه. طب انا مثلا دلوقتي حضرتك بتقول لي اشتري فورا، طب مفيش قول واحد ان انا اشتريت فورا، محتاج عربيه دلوقتي اشتري فورا، وانا افترض ان انا اشتريت دلوقتي ب 10 قروش وجيت السنة الجاية لقيت العربية اللي الموضوع اتفتح والاستيراد اتفتح والدنيا اتفتحت ولقيت العربية بست قروش، ما انا كده هبقى يعني اتظلمت. فانا بس بحاول اتناقش مع حضرتك والله، تمام، كل بيدور في ذهن السادة المشاهدين. نقطة 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 يعني حضرتك قلته كلام مهم جدا. انا بقول باكد لحضرتك احنا عندنا في مصر في توجه حاليا من 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 الدولة للتصنيع، وده شيء واضح يعني الناس اللي يعني تقصد حضرتك ان الموضوع بيتعمل له هولد عشان نبتدي العربيات اللي مش هولد يعني، ولكن خلينا نقول يعني تنسيق، تمام، عشان نبتدي نتجه للتصنيع المحلي. لا هو فعلا في ويمكن انا قلت في عشرات اللقاءات يمكن حتى على الشهور اللي فاتت 2025 سيشهد عشرات من البروتوكولات بين مصر وامهات الشركات ويحصل تبادل ما بين الشركات المصريه والعديد من الشركات خصوصا الشركات الصينيه وخصوصا في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائيه. ويمكن لو التقينا ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله هذكر حضرتك بهذا الكلام. 2025 عام مختلف. اقول لحضرتك احنا من الناس اللي كنا على مدار سنوات نقول يا جماعه احنا متضررين، استراتيجيه صناعه السيارات فين يا جماعه؟ لما احنا بناخد استراتيجيه صناعه السيارات تاخد هذه السنوات لترى النور، مال هنقعد قد ايه عشان نشوف سياره كهربائيه ترى النور تحمل العلامه المصريه؟ طيب هو في سؤال بيطرح نفسه انا يعني جه في ذهني دلوقتي، انا شخصيا اتعرضت له وانا بشتري عربيتي. يعني ايه اوفر برايس؟ يعني انا دلوقتي بروح اشتري العربيه، حتى دلوقتي بقى الموضوع من الوكيل سامحني، وراح يقول لي العربيه ثمنها كذا، لو عاوز تستلمها دلوقتي في اوفر برايس كذا، او اديني بالدولار. بس يعني احقاقا للحق الوكيل ما بيعملش كده. لا بدون ماشي ما بيعملش كده. ولكن لا الوكيل طيب هقول لحضرتك مش الوكيل، اللي هو الوكيل مديله الموزع. الموزع ممكن الموزع او التاجر مثلا ممكن يقول لك كده. اول حاجه انا عاوز اعرف ايه الفكره، يعني اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ اقول لحضرتك اقتصاديا، وده مش كلام انا، ده كلام اساتذتنا في الاقتصاد، مفيش حاجه اسمها اوفر برايس، ولكن في عرض وطلب. تمام. اي سلعه في الدنيا وفرتها هيكون سعرها معقول، قلت سعرها هيزيد، كترت سعرها يقل ويحصل عليها عروض. قانون، قانون مش في مصر بس، احنا بنقول عليها اوفر برايس. سميها بقى زي ما انت عايز، عشان تستلم بسرعه سميها. في مصر اسمها اوفر برايس، في دول تانية ليها اسامي اخرى، ولكن مفيش حاجة اسمها اوفر برايس، في عرض وطلب. يعني النهارده انت لو فتحت بعض القيود في الاستيراد ووفرت وسمحت بالاستيراد الشخصي والتجاري ولا اخره، هتلاقي الاسعار تنزل وهتلاقي التجار يمكن تعمل عروض، خد عربية وعليها كذا وكذا وكذا وهدايا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني في ويبدأ ويطلع. لكن الموجود قليل. تمام. عايز اقول لحضرتك المشكلة حتى دي مش في مصر بس عشان الناس ما تزايدش، ده لا المشكلة دي موجودة عالميا، لأن التصنيع عالميا في مشاكل، مصادر الطاقة على مستوى العالم فيها مشاكل، زيادة الأسعار على مستوى العالم فيه مشاكل، في تضخم. النهاردة الكونفدرالي الأمريكي لما اتحرك في سنة واحدة 8 مرات ده ما حصلش على مدار ربع قرن. طبعا ربع قرن ما حصلش. الناس ليه الناس ليه
لا والمشهد بشكل عام يمكن احنا الحمد لله ربنا يحفظ مصر، احنا دولة مستقرة، لكن بص بقى في المناطق اللي جنب منك يعني شوف اليمن، وشوف برضو جنوب السعودية، وشوف النهاردة الحرب الروسية الأوكرانية، وشوف الحركات الإيرانية اللي لا بشكل عام كل ده بيأثر على حركة الملاحة، بيأثر على يعني حاجة ممكن محدش يتطرق لها. يعني النهاردة مدة وصول السيارات وشحنها اختلف تماما، اختلف تماما، فالشحن يزيد، التأمين بتاع الشحن يزيد،